لكم متابعينا متابعي جريدة أهل متابعينا متابعي جريدة أهل مصر من كل مكان. احنا معاكم النهاردة من داخل نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية. معانا دكتور طارق هيكلمنا عن يعني أزمة الصيادلة, وهيكلمنا عن يعني المؤتمر اللي كان فيه النهاردة. هو كان أمين اتحاد نقابة أمين نقابة اللي هو صيادلة مصر سابقا المنوفية سابقا, هيتكلم معانا أكتر عن تفاصيل المؤتمر اليوم, وهيوضح لنا النقطة الخاصة بالحراسة القضائية. أهلا بك, وعاوزين بقى نتكلم عن أولا على علاقة بنفسك, ثانيا بقى أتكلم عن المؤتمر اليوم. أنا دكتور محمد عاصم علام, شهير بطارق علام, صيدلي حر, صيدلي حر. أحب مهنتي قوي وأحب صيدليتي قوي, وأنا داخل كلية الصيدلة دي عن حب وعن اقتناع. النهاردة عملوا مؤتمر, النهاردة كان في مؤتمر عندنا في نقابة الصيادلة علشان خاطر الدعوة أو الاهتمام بفك الحراسة عن نقابة صيادلة مصر, وبالتالي طبعا النقابات الفرعية, وإجراء انتخابات عادلة بعد كده إن شاء الله, من منطلق إن احنا عايزين نكون صيادلة حرين, عارفين مهنتنا, ونخرج من المشاكل اللي جات فيها, وعاد يدافع عن الصيادلة, يبقى صيدلي حر مهنته وشغلته في نقابة الصيادلة انه يدافع عن الصيدلي, سواء عنده مشكلة او ما عندوش مشكلة, لازم يخلوا باله من الصيادلة ويخلوا باله من حركات الصيدلي في ايه واهتمامه في الصيدلي ايه. احنا يعني من يوم ما فرضوا الحراسة بقالنا تقريبا 4 سنين او اكتر من كده, والحراسة يعني مخليانا نشوف الويل في مهنة الصيدلة, ان احنا النهاردة بنعمل يعني عندنا مشاكل كتير. التسعير اول حاجة فيها, مثلا التسعير مش عارفين نحل مشكلتها, التسعير بنبيع بتسعيرتين. الحاجة التانية انت النهاردة الشغل بتاع التسعير, وقلنا التسعير وقلنا في ايه تاني دكتور صعيد, المشاكل الموجودة ايه. المشاكل كتير الحقيقه موجوده, ما بنشوفش حاجه, حتى لما بنسعى ان احنا نروح نحلها يروح جاي لك انت بصفتك ايه جاي تحل, تقف تشوف مشكله ايه, وانت مالك انت ومال الموضوع ده, شوف النقابه فين, ما عندناش نقابه. ما عندناش نقابه, فانت راح بيدور على ان يبقى في حد يدافع عن الصيادله ويقدر يتكلم بالنيابه عنهم, لان مش هتودي 300 ألف صيدلي للجهه المسؤوله عن الحكايه دي تحل المشكله. انا عايز ممثلين محترمين زينا كده يشوفوا الصيدلي مهني حر, يشوف الصيدليه يعني ايه.